عاجل جاي في إطار حرص السيد محمود توفيق وزير الداخلية على تقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية والتعرف ميدانيا على مجريات الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة المواقف الأمنية. فقد قام اليوم بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة. شملت الجولة عدد من المحاور والميادين حيث تفقد سيادته عدد من الخدمات والارتكازات الأمنية والمرورية، ووجه باليقظة التامة للقوات والاستمرار في بذل الجهود لتحقيق الأمن والتصدي لكافة صور الخروج على القانون من خلال أداء أمني جاد وفعال. كما فاجأ سيادته القائمين على العمل بقسمي شرطة العجوزة بالجيزة والتجمع الأول بالقاهرة، حيث اطلع على مجريات الأمور مجريات العمل واطمأن على سرعة التفاعل والتعامل مع بلاغات المواطنين، مشددا على حسن معاملة المواطن والارتقاء بمستوى الأداء الأمني وما تقدمه الأجهزة الأمنية من خدمات واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية. والتقى سيادته بعدد من المواطنين وناقشهم فيما تم اتخاذه من إجراءات حيال بلاغاتهم، كما التقى سيادته خلال جولته بالقيادات الميدانية وعدد من رجال الشرطة، وأعرب سيادته عن تقديره لما لمسه من جهد في الأداء، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تستوجب بذل أقصى الجهود لتحقيق الأمن والحفاظ على ما تحقق من نجاحات. كنا بنكلمكم من دقيقة على موضوع الغش والرقابة، الغش بكل أشكاله والرقابة عليه. النهاردة اللي شايفينه في هذا البيان للسيد وزير الداخلية ان هو بيعمله النهاردة، ده جزء من أشكال المتابعة اللي لازم تبقى بتحصل على مستوى كل القيادات، زي ما بنقول هنا كده من أكبر وزير إلى أقل فرد موجود داخل الشرطة وغيرها من الأجهزة الرقابية.